علمناهم الصلاة فاتونا في الحصيرة. شوف شوف اسمع. شوفوا الإخوان صوفيا باللمان تبعوها في الكوت ديفوار ما كاينينش تشد هاي تجبد. شوف كمل الفيديو قد يدخل فيها المخزن والروينة. اخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم الاخوان اخر الاخبار اللي هي صوفيا باللمان ولا باللمان شنو ما بغيتي تقولوا ليها شدوها في الكوت ديفوار شدوها الاخوان من بعد ما منعوا عليها دخل الملاعب ديال الكوت ديفوار صافي من عليها حيت ترجموا الفيديو ديالها وشافوا شنو كتقول وخذوا عليها واحد النظره في شي شكل. ودابا فواحد الفيديو اللي كيوثق لحظه الهروب ديالها فاش كانت هاربه وتابعينها وقد دخلت فيها المخزن والروينه الاخوان الروينه ما علينا الاخوان من بعد ما تعادلوا مع انغولا ولا انغوليا كتخلط هذه الكلمه انغولا مع انغوليا المهم في الماتش اللي لعبوا ديال البارح من بعد ما تعادلوا معهم واش عيبت الانغولا واش فرقه تعادلوا معها خاصكم نجيو الواقع خاص تضرب 5 0 ولا 5 1 ولا 4 1 ولا هادشي درتو في الطاقه السيابيه ديالكم يلاه تعادلتوا اي يا ودي. ولكن صراحه انا كنت من المشجعين ديال انغولا ومهم انا عزيزين عليا الناس ديال الكوت ديفوار وهاد الناس انا عارفهم بلي شعب مثقف وشعب الله يعمر هادر وشو المغاربه سبحان الله كيفاش خالقين معاهم وضحكين ولاعبين ناشطين وشوف هاد الهوكيه هادي شنو مشات دير تما. مشكله المغاربه تحياتي اليوم صحاب شوف المهم كاينين صحاب الحسنات الاخوان كاينين موجودين صحاب الحسنات شدوا الفيديو ترجموه ويصيفطوا للكوت ديفوار. السلام عليكم تحياتي الناس اللي كيدروا لكم كيدير فيديو مرحبا الناس كتشوفوا تخرج جديد باش تعاونوا معنا في لاسين. يا حسره يا حسره يا حسره على الجزائر ويا حسره على باقي دول افريقيا يا تحيه الجزائر الترجم. الحمد ربي الحمد ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر الحمد احنا نورمالمون على بالك مرانا احنا نورمالمون الجزائر وين موجوده في الخريطه بين البرتغال واسبانيا عايشين واحد المعيشه وكون وريت لكم انا سجلت لا فيديو في الليل الله يلي العالم بالله هو دي جاوب شي واحد من الكوت ديفوار ونسات الطوابير ونسات كل شيء دابا قالت لك راه داك الشيء كله ما كاينش حنا راه حنا سويسرا ما علينا ندوزو الفيديو دغيا اللي جاوب السيد Vous les gars, ce n'est pas de l'humour. Cette vidéo doit être partagée massivement afin que les autorités de la Côte d'Ivoire puissent saisir cette dame-là. Elle va répondre de ses actes. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Tu viens sur notre sol et viens nous insulter, viens nous dénigrer. Soit disant que notre pays c'est la misère, c'est nanana. Si toi tu avais un peu de pouvoir, l'Algérie allait être. Si... ما عزبهمش الحاله لي خو راه من حقهم حشومه حشومه راه من الادب انك دخلتي لواحد الدار ديال واحد الناس بحال مشيتي للبلاد ديالهم دخلتي للدار ديال واحد الناس كتحترمهم واخا يكون يحطوك شي ماكله ما فيها ما يتكال حشومه تقول لهم هذه الماكله هذه راه خايبه ما ادب الاحترام ناس رحبوا ناس وكانوا جاو ديك الناس بداو كي باغيين ينشطوا معاه الناس هما اجتماعيين كي كيقولوا لهم جونتي دوك الناس الله يعمر دار باغي نضحكوا معاه يا اخي قاسه كتحسس منهم لا ما تقيسونيش لا هادي الا هاد الطاكوس ابيض جون بالكوت ديفوار الثمن ديالو تقريبا 100 درهم اما الشاورما اللي عندهم الغلا شوفوا ثمنها 66 درهم ونزيدكم عاوتاني هاد البرغر ثمنه 11000 فرنسي فا ما يعادل 182 درهم على غير واش كنظنوا اغلب الناس المعيشه في الكوت ديفوار راه اغلى من المغرب ونعاود لكم بعدا غير وصلنا المطار ابيض جون وخدينا لي فاليز ديالنا كان خصنا نكريو شي طوموبيل باش نزورو مدن مختلفه ونجربو اعداد اكبر من المطاعم وجيت لهاد الشركه اللي كريت من عندهم سوزوكي الثمن ديالها 500 درهم النهار وكنت فرحان بزاف 500 درهم النهار عندهم الغلا صراحه المعيشه غاليه عندهم ما عرفتش السبب الاخوان شي واحد اللي فاهم في التاريخ وفاهم في الامور الاقتصاديه ديال العالم يقول لنا يفيدنا علاش لا ولكن صراحه راه غلا كنظن لان الدخل الشهري ديالهم راه يكون ما يمكنش يكون مرتفع على هذا الحساب الدخل يكون منخفض والمعيشه غاليه دونك المعيشه صعيبه 500 درهم الليله بزاف بزاف حتى اول مره غادي نسوق خارج المغرب وعلى بركه الله نبداو الجوله ديالنا في المطاعم واول مطعم غادي نجربوه سميتو عبد الله وكاين في ماركوري ريزيدونسيال
من طاقم معروفه باللبنانيين. شاورما صغيره كدير 41 درهم والكبيره كدير 66 درهم، والمطعم الثاني هو مول طاكوس اللي كيدير 100 درهم. وكيف نفس الشارع ديال الريستو اللي وريتكم من قبل، ودائما بمدينه ابيجان. هذا راه بصح الثمن ديالو 100 درهم وكيدير 6000 فرنسي فا. اما هذا الكباب الثمن ديالو 83 درهم. والعافيه يا خويا في الاجمنه. وهادشي راجع لكم جميع المواد الغذائيه تقريبا وكتستورد من الخارج. دابا نديكم للزونكات المنطقه المعروفه بالقصف في ابيجان، وغتلاحظوا بلي حتى هذا راه مطعم لبناني، لان اللبنانيين هما اكبر جاليه كاينه في الكوت ديفوار، وعندهم مشاريع كثيره هنايا سورتو في الماكله. وعلى سبيل المثال هذا حمص باللحم الثمن ديالو 100 درهم، ما يعادل 6000 فرنسي فا. وهذا الطبق ديال المشاوي كيدير 116 درهم. راه في الاول غلا بزاف كثير، العافيه والله الا غلا. ولكن انتم سمعتوا بانهم كيستوردوا، ولكن على العموم الشعب الطيب الله يعمر هضر. هذا الشيء اللي هذا الشيء اللي كيهم اولا ناقصين جاتو دي بورتا لا كوميدا. كان ينقول لكم الله يرحم عندكم خوتكم حداكم عيطوا الرويان كنتو تدخلوا تربحوها والعدس ماشي كتعي بزاف. انا راهي معانا نعطيكم الرويال، نعطيكم الكروفيت، نعطيكم الكالامر، ديري شويه ديال الانرجي. ويلي انغولا شحفتو معاها ويلي. انا حاسس الاخوان المغرب يا اما غيدير انجاز تاريخي في هذا الكاس ديال افريقيا، ولا غيدي الكاس. عقلوا فين قلتها لكم الاخوان، حاس بان غادي ديك الفرحه ديال لاكوب دي موندو كذا غتعاود. ديروا النية، سير 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 سير، غوجدوا تكاشتكم العيالات والدراري وجدوا باش تنشطوا كذا باش نحيحوا. او السلام عليكم خاوتنا الاعزاز، ان شاء الله تكونوا لاباس. جيت نحكي على هذيك المشجعه تاع الفريق الوطني اللي يقولوا عليها مشجعه صوفيا، دارت فيديو وتعاير في ليكودي في اصحاب كوديفوار تقولوا من العصر الحجري وماشي معيشه وتعاير فيهم وتهضر بالعنصريه. واش ربحتي؟ راكي درتي فتنه، هاهم فهموا واش كنتي تقولي. هاهم حاوزوك، هاهم حاوزوك، ترجمناها احنا. شوفي انت حاوزوك من كوت ديفوار سي بون، رحتي رحتي للوطه تاع المغاربه تبدي تديري في البوليتيك. علاش الفتنه عليك هكذا؟ علاش فيكم الشر هكذا؟ شوف علاش وين تروحوا تبهدلونا؟ علاش علاش يا اخي انت تبعي الفريق الوطني؟ بقى مع الفريق الوطني، واش داك تحكي على بلاد كنتي فيه؟ عيب عباك في الدين تاعنا حرام تعاير دار تكون فيها ولا تعاير بلاد تكون عايش فيها. خلاص تي روحتي راكي رايحه على بالنا بلي الدعوه في الافريك عيانه، مش حتى تخرجي فيديو عنصري. والدعوه في الهوك مزيانه، غير الدعوه في الهوك راه اكثر من الافريك، اكثر من الكوت ديفوار. راكي درتي الفتنه دوك. شكون ياسيمي؟ ياسيمي الشعب اللي راهو تماك، وياسيمي الفريق الوطني. والله غير تبهديله. ما حسبوش حنا الجزائر رانا عايشين في نيويورك. ما حنا رانا في العصر الديناصورات. والله العظيم راه الهوك في العصر الديناصورات. انغولا انغولا واحد لواحد وحداري وبابا بابا بابا. فينا هي الجزائر؟ وفينا هي عندنا منتخب اول اقوى منتخب في افريقيا رغما عن انف الحاقدين. انغولا واحد ضاربه لا حول ولا قوه الا بالله. راك رابح ياك. كيقولك العبره بالخواتيم. دابا نتوما ديزا هزيتو رجليكم الدقيقه الاخيره معنا مع ايكاندي، ومازال ما استفدتوش من الدرس. واحد تصفر الحكم عاد اجي علق لي وقول لي رحنا رابحين ولا ربحنا، وتعلموا من الدرس. او والله ما كتعلموا من الدرس. انغولا واحد لواحد، والماتش الجاي غنشجع الفرقه اللي ضد الجزائر، والماتش اللي غنشجع الفرقه اللي ضد الجزائر. حتى الا كتب الله وتاهلتوا غنبقى نشجع اي فرقه لعبات ضد الجزائر، باش تعرفوا في 2022 شنو درتوا معانا. كتشجعوا كما قلت لكم في الفيديو، وليتوا سبليونيين، برتغاليين، كرواتيين، فرنساويين، كنديين، بلجيكيين، ما عندكمش، ما قدرتوا تشدوا حتى عقلت شنو دار الاخوان في لاكوب دي موندو. ولكن راه خليناها متورخه الصراحه سال الاخوان المغاربه، خليوها متورخه. انجاز اللي داروه في لاكوب دي موند التاريخ اصاحبي، ديك راه طابلو خاصني نشري داك الطابلو. جو بونس لقيته في السيتاش كيتباع غالي، ولكن دابا نصايبو انايا. دابا ناخذ الطابلو الكادر ونطبع داك التصويره ديال النهائي اللي فيها المغرب وارجنتين وداك الدول اللي بقاو التالي، ونزيدها هنايا الاخوان. راه ديك راه التاريخ هذيك التصويره هذيك. علي 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 لليون دو لاكلاس.
En tout cas, bonne chance à vous. Mais n'oubliez pas que le Congo Brazzaville compte sur vous. On compte sur vous pour que vous puissiez éliminer les léopards de la RDC. S'il vous plaît, faites-nous ce plaisir. On compte sur vous. En tout cas, bonne chance. Bonne chance, les Marocains. Bonne chance. Merci, courage, merci. Je sais que ça va marcher. Mais faites-nous ce plaisir d'éliminer la RDC. Merci. Allez. Merci. شي الكوت ديفواريين شحال حنا عزاز عليهم اقسم بالله الله يعمرها وكيبغيو المغاربه كيموت المغاربه الناس ديال الكوت ديفوار وكذا شوف كيفاش طرح الضحك والنشاط ودخلنا معاهم في العراسات ديالهم وزاهين وخالقينها شنو كيديروا الاخوان حنايا راهم في العصر الحال زعما لوك ما تصينوش لا حول ولا قوه تحياتي للشعب الكوت ديفواري اخوه حنايا اخوه بحال كنا كتجمعنا الإنسانية هاد الشيء اللي كاين هادي وصفة تاع طعام بلعين شوف هي وصفة تقليدية جزائرية 100% طعام بالعنب فوالا وناكلوه باللبن كما راك تشوفوا أنا هدايا لبن البقرة ما شاء الله شوفوا الزبدة تاع البقرة الله الله كيفاش راهي واش من الزبدة تشالي من الفوق تشالي وتلالي شوفوا ما شاء الله واش نقولكم البنات هذه الوصفه صيفيه كما تعرف لا بغيتي تاكل هذه الماكله بلا ما تقول بسم الله حيت اصلا الشيطان ما يبغيش ياكل معك والله ما ياكل معك بلا لا شوف شوف خالقينها ومجموعين والضحك والنشاط وزاهية ودايزة عواشر ما كاين لا نكت لا والو شوف سبحان الله الاخوان والله الا سبحان الله درك كنت نقلب في التيك توك فوالا ساك في المساك علمناهم الصلاة فاتونا في الحصيرة شوف اسمع شوفوا الاخوان صوفيا باللمان تبعوها في الكوت ديفوار ما كاينينش تشد هاي تجبد شوف كمل الفيديو قد يدخل فيها المخزن والروينة خا 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 وانا نقول عليها كاين يروح برك روح هيا تسمع علق علق ويلي ويلي شوف واش يشدو شنو يطرى كيجري مازال الخرجه الاولى في كاس افريقيا للامم خرجه مخيبه للامل علاش مخيبه للامل لانه المشكل في الراه مشكل التعادل 1-1 المشكل في الشوط الاول لعبناه بقوه والشوط الثاني انهيار تام للمنتخب الوطني وكنا قادرين باش نخسروا كل لاعبين مع منتخب شويه عنده قوي يعني كل لعبنا مع بوركينا فاسو وما لعبناش مع انغولا كنا نخسروا خسروا دوف باينه لا تاكتيك دوزيام ميتو لا كوتشينغ ويقول لك دوزيام ميتو ديال المدربين الماضي كان خارج التغطيه من زمان ماشي من هذه المقابله من زمان خارج التغطيه في الكوتشينغ ما يعرفش يجاري الاوقات وما يعرفش يجاري الاشواط عندك مقابله ب 90 دقيقه وشايف الرطوبه عاليه شايف لاميديتي طالعه بزاف عارف كي تجاريها وقسمها نبيل بن طالب ماشي نبيل بن طالب يعني باش غنقول لكم كبر ولا غيضرب يعني كان قادر يدير حمراء بن ناصر مسكين تقاتل بريمير ميتو صافي البدن ديالو طاح دا الصفراء بلايلي ما يلعبش فيه عنده ميتو بلايلي ميتو واحد اللي يلعبه يا اما تدخله في دوزيام ميتو ربع ساعه التاليه يقدر يعطيك يا اما تدخله في الميتو الاول ودوزيام ميتو في الفيستيار تبدله مي الكوتشين كي عنده زيرو رامي بن سبعيني طايب ثنائيه ما بين رامي بن سبعيني وماندي ما تصلحش قلت لكم لو كان لعبنا مع منتخب قوي يعني قوي عنده الاطراف ديالو قويين
كنا نتلقاو جوج ثلاثة فاصل في الدوزيام 5-0 ولكن هذه اللي كنا نهضروا عليها. وحنا المشكل ديالنا فين؟ نفخوا هذا المنتخب ردونا بحال البرازيل افريقيا، ردوا عندنا نيمار وكريستيانو وميسي، محرز ما كان والو، محرز اليوم والو، محرز طاب من هامشة السعودية ما كان والو. لو كان ما يلعبش في الدوزيام ماتش هذا مع بوركينا فاسو، راه الا لعبه مع بوركينا فاسو غادي ناكل طريحه، ومع بوركينا فاسو غادي نلعب مع التلج العشيه، يعني في حراره ورطوبه غادي ناكل الدق، يعني الدق بصح. يعني هنا المشكل هذا اللي صرا لهم، نفخنا هذا المنتخب لي بلاطو يهضروا لنا كل اسبوع وعشيه منتخب. زادت هذيك المشكله اللي وقعت في كوت ايفوار ما بين الجماهير الايفواريه، وراكم تشوفوا واش تصرا، وانتم راكم عارفين السوشيال ميديا واش راه فيها، واش راه واقع. ولينا مشكله في مشكله، يعني مشاكل غير على من محسوبين حنايا برازيل افريقيا. يا ودي راه منتخب ضعيف، يا ودي راه المدرب ضعيف، ما عندناش كوتشينغ، ما عندناش، ما عندناش منتخب، مشاكل كاينه في الداخل، مشاكل كاينه الداخل ما بين سليماني اللعابه. تخيل تخيل انت تولينا حنا ما نبغوش نهضروا على المنتخب ونهضروا على العيوب ديال المنتخب باش ما باش ما باش ما يهضروش علينا، باش ما يبقاوش يدقوا معنا. كان المنتخب المغربي اليوم دار التربص ديالو، ما قبل التربص ديال غدوه ان شاء الله غادي نهضر عليه بلاتي واحد شويه، نكمل مع هذا التعادل اللي ندار اليوم وهاد الفضيحه، يعني ولا كارثه، يعني باش تبدا بنقطه وكنت نهضر عليها تبدا بنقطه، ولا خسرت مع بوركينا فاسو دور تاهل انت الزوج ولا تاهل انت الثالث، يعني بكاطبو ولا تاهل انت الزوج ولا الثالث، روح مع تلاقى مع لا كوت ايفوار ولا مع السنغال يطويوك، يعني يقول لك باي باي دوزيام. هو المشكل هذا، هو البروبليم اللي طحنا فيه، وقادر الا تلقنا طلعنا الثالثين تلقاو طبعا المنتخب المغربي دوزيام يطويونا ديال الصح، فهمت فين رحنا؟ علاش؟ لانه العقليه ديال مدرب هاوي ما عارف يجيري افريقيا. شفت انت البارح ما صرا واش تدار برومي ميتو كانت الطوب، دوزيام ميتو طاحت بدنيا كلاوها بجبوان. شفت نيجيريا وعندها احسن مهاجمين، شفت غانا، شوف شفت كوت ايفوار عانات باش ربحات، واخا بلادها وربحات، يعني ربحات. المنتخب الوحيد اللي سيطر وعرف كي يسيطر هو السنغال، طلع مع غامبيا مذهب ثلاثة، ولكن انت ما فهمتش، يعني المشاكل. حنا شواكر افريقيا، حنا باش شواكر افريقيا، باش حنا باش شواكر افريقيا بالكذب، حنا غير بالهضره. اخوان سلام عليكم، دخل ديال الفيديو، تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيس ان لاف، تسلاو.